مشاهدينا وصلنا لحكاية ورواية. من أجواء الموسيقى الصوفية ومناخاتها أسس مجموعة من الموسيقيين السوريين فرقتهم وجد لينقلوا من خلالها زوايا عميقة من قلب التراث الصوفي الشعري والموسيقي. فبعد تجاربهم الموسيقية الكثيرة في مدينة طرب حلب استطاعوا تأسيس فرقتهم وجد في بلجيكا ليبدأوا رحلة موسيقية أثمرت عن أكثر من 40 حفلة وأطلاق ألبوم موسيقي مع وجد مناخات الصوفية، قصة نجاح سورية جديدة بالتقرير التالي. من حلب كانت الانطلاقة، حيث جمعتهم الموسيقى والذاكرة التاريخية، فأسسوا مجموعة من الفرق الموسيقية قبل أن ينتقلوا بطرق مختلفة إلى القارة الأوروبية. بعد ما أسسنا وجد عملنا أول سي دي بال 2016، عملنا كتير حفلات، يعني عدد بفتكر يعني أكثر من 40 حفلة بس ببلجيكا لحالة، وهلأ عم نحضر إن شاء الله السي دي الثاني. صرنا نجيب موشحات من محفوظ خالد من أشغال الزاوية الهلالية أو الموشحات اللي غير مطروقة اللي ما تم التعامل معها، وكون الموشح بدون موسيقى فصرت كان عندي مجال حرية كبير أني أنا أضيف اللوازم اللي بحبها، أعمل الشيء اللي بحبه بالعود. وطبعا بعدين كان معنا تمام ويوسف. موسيقى الوجد التي تمتد لمئات السنين في التاريخ أظهرها شباب سوريون أسسوا فرقة وجد للموشحات الصوفية في بلجيكا رغم صعوبات اللجوء وتفاصيل الحياة. أنا بعتبر الموسيقى الصوفية هي رسالة، أولاً نقل تراث، حفظ تراث للجيل اللي بعدنا. التراث كان محصور فقط بالزوايا والتكايا، حاولنا أنا والأستاذ طارق نعمل جو جديد في هالشغل مع الموسيقى، ونقلنا للمستمعين كل الأماكن هي مناسبة لأنه يوصل هالتراث، ليس فقط في أوروبا، ممكن في البلاد العربية، ممكن في أمريكا. رحلة الكلمات تروي شغف هؤلاء الشباب بالموسيقى وسعيهم الدائم لتعريف الآخر عن ذهنية بعيدة في الشرق. تلقي الأوروبيين بشكل عام للآلات للموسيقى الشرقية، ومجرد أنه قبل ما يسمعوا الموسيقى يعني يشوفوا الآلات هاي الغريبة عندهم بيصيبهم شوية. في نوعين من الناس، في ناس حس في خوف أنه ما تقدر تفهم هاي الموسيقى، ما بتهتم بأنه تسمع هاي الموسيقى، وفي النوع الثاني من الناس اللي هو بيكون عنده فضول أنه يعرف أنه كيف هاي الآلات ويتعرف على هاي الموسيقى اللي هي من ثقافة مختلفة اللي هي ثقافتنا. يعني اللغة والقوافي والموسيقى في حالة وجد اجتمعت معا لتروي حكايات الماضي في حجارة حلب. وإلى موضوع آخر، ما زالت قلعة برقوق وسط خان يونس في مدينة غزة ثابتة بأصالتها رغم الإهمال وعدم الاهتمام بها. نعم، قلعة برقوق بناها الأمير يونس بن عبد الله النورزي بناء على طلب من السلطان برقوق أحد سلاطين العصر العربي الإسلامي المملوكي ومؤسس دولة المماليك البرجية، لتكون بمثابة مركزا يتوسط الطريق بين دمشق والقاهرة ويتخذه التجار والمسافرين مكانا للراحة واللقاء. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. هذا المشهد يعود إلى قلعة برقوق
الأمير يونس شيده بتكليف من السلطان برقوق أحد سلاطين الحقبة المملوكية، والتي سميت على اسمه لتكون مركزاً للمسافرين من الحجاج والتجار لحمايتهم من قطاع الطرق وخشية من تعرضهم للسرقة والنهب. قلعة قانونس هذه هي مكان أنشأ في عهد المماليك، أنشأه الأمير يونس النوروزي كاتب وحامل أختام السلطان برقوق في سنة 789 هجرية، يعني منذ أكثر من 650 عام من هذا التاريخ. أنشأه في طريق التجارة العالمي، اللي هو طريق التجارة اللي كان يربط بين مصر والشام. هذا الطريق اللي كانت تسلكه القوافل التجارية، يسلكه الحجاج، يسلكه البريد الحكومي بين الدول. نصوص ورسومات محفورة في رخام القلعة، وما بقي من هذا الإرث العظيم جدار ومئذنة شاهدان على تاريخ القلعة رغم العوامل الطبيعية والصراعات التي حدثت على مر الزمان. ما يميز الخان هو احتواء الواجهة الغربية منه على الكتابات النصوص التأسيسية الخاصة بالخان، إضافة إلى رنوك الأمراء الذين عايشوا فترة إعمار هذا الخان. مخازن واسطبلات وغرف متعددة تستخدم لراحة ساكني القلعة جميعها اختفت ودمرت بشكل كامل، وما تبقى بحاجة إلى مشاريع ترميمية. اليوم هذا الحائط الذي تبقى يعني فقط هو الذي يرمم، يعني كيف يرمم مبنى قد أزيل؟ يعني المبنى يرمم عندما يكون في هناك آثار لهذا المبنى، يتم ترميمه إحياؤه من جديد، لكن المبنى القلعة هدم كليا ولم يبقى إلا الواجهة الغربية وتم ترميم هذه الواجهة. يعني هناك يعني قصور من قبل الحكومات والوزارات المتعاقبة لهذه على فلسطين وعلى غزة، من حيث أنهم يعني لم يهتموا بهذه القلعة وتبقت فقط الواجهة الغربية منها. قلعة أثرية شهدت على التاريخ تتربع وسط خان يونس في مدينة غزة، بنيت لتربط بين القاهرة ودمشق وقطاع غزة. مشاهدينا، ننتقل إلى فعاليات السوريين حول العالم في رزنامة. مواضيعنا لم تنتهي في الساعة الثانية، انتظرونا بعد الفاصل.